yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله خير وصحة وسلامة. طبعا اليوم رجعت لكم مقطع فيديو جديد ان شاء الله. هو اليوم فيديو هنا راح يكون فيديو اسطوري للناس اللي تلعب على قطعة الكترونيك زين ماوس وكيبورد. جايب لك اليوم الموقع اللي مؤسسينه طبعا جديد، هذا الموقع خاص بالماوس والكيبورد وكل الالعاب. ان شاء الله بالمرور الزمن راح اشوف بهذا الموقع انه يضيفون كل الالعاب، بس بالوقت الحالي اليوم راجع لك على لعبه كول اوف ديوتي وورزون. من انت تريد تلعب على قطعه الكترونيك زين ماوس وكيبورد، اليوم ما راح اطول عليك بالمقدمه ولا بالشرح، راح اجيب لك فد شغله كلها ملبلبه، يعني كلها تجيب نسخ لصق نسخ لصق، وانت تسوي اعدادات اسطوريه لنفسك. بس انا راح اعطيك الاساسيات والبقايا انت عليك. طيب يا شباب، اذا ما كنت مشترك فاشترك، فعل جرس التنبيهات، تخلي لايك لهذا الفيديو، تعال انا خل اشرح على الماوس والكيبورد على قطعه الكترونكس زين. حيا الله شباب مره ثانيه، خل اشوفكم برنامج الواتش. طبعا انا قبل فتره اعلنت، قلت ان شاء الله اسوي لكم مقطع فيديو شرح كامل على هذا الواتش البرنامج مال الماوس والكيبورد، ولكن اليوم راح ارجع لك يعني بقوالب انه انت تفيدك، لانه الشيء الحلو بهذا بعد ما تقدر، انت عندك خيار، يعني عموما ما راح تقدر، انت عندك خيارين، خيار انه انت تعدل على السيتنج مثل ما انت تريد، اذا جيت اللغه الانجليزيه تقعد تصفط الاعدادات بما انت تريد، واكو شغله ثانيه للناس المبتدئين والناس اللي ما تريد تعب نفسهم وتريد اعدادات كامله متكامله، راح اشرح لك هسه بالطريقه اللي جايب لك اياها بالوقت الحالي. طيب ننزل الواتش مال البرنامج ونروح للموقع اللي طالقينه جديد، قاعد اركز على لعبه الكول اوف ديوتي وورزون. هنا شو يقول لك؟ يقول لك طبعا النداء الواجب هي الوورزون. هنا يقول لك لازم تلعب على الماوس، يعني الماوس على دي بي اي 4000، دي بي اي ما تكون 4000 اقل شيء بالماوس اللي عندك، والهرتزيه من 250 الى 1000. هسه راح اشرح لكم شنو الهرتزيه وشلون تعلي الدي بي 4000 او تسوي 4000. تروح البرنامج اللوجيتك، طبعا الفكره هذا البرنامج انا جاي استخدم الماوس اللوجيتك على برنامج هم لوجيتك. طيب يا شباب، هذا الماوس مالتي لوجيتك ال 502 اللي دي بي مالتي راح يكون 16000. راح خلي بس انزل لك صفحه على مود لشوف وتقول ابو زراش فاتح انا وما نفتم على شنو يسوي. المهم انا بالوقت الحالي شو مسوي؟ مسوي فولدر واحد، يعني دي بي اي واحد بالماوس، ما بي ما يعني ما مسوي عده فولدرات واقسم الدي بي اي، مسوي واحد رقم واحد للدي بي اي. ايش قد مسوي؟ مسوي 16. هم ايش قد يردون من عندك؟ يردون من عندك 4000. انت توزع ال 4000 شلون تجيبها؟ تسوي من هنا بالشكل هذا، تسوي ما اللي عندك الدي بي اي 4000. بعد ما تسوي هذه الخطوه، هنا عندك الهرتزيه مال الماوس. هنا عندك عندك 125، عندك 250، عندك 500، عندك 1000. فانا ايش مسوي؟ يعني مسويها متوسطه، ما يعني ما بين ال 1000 وما بين ال 250، فخاله 500. انت تسوي مثلي ماك مشكله، تريد تخلي على 1000 او 250، فهذه الاختيار اختيارك راجع لك. فانا بالوقت الحالي هم طالبين من عندي، يقول لك يا اما من 250 يا اما 1000. انا مسويها متوسطه على مود يصير عندي الحركه سموثنج، ليظل اعطي كل قوه الماوس بالهرتزيه مالته ويصير عندي تقطيع انا ما اريدها، اريد سموثنج. فانا يعني هاي وجهه نظري يا شباب، جيت تسوي مثلي سوي مثلي. المهم يا شباب، بعد ما سوينا هذه الخطوات كل اللي عليك تقفل البرنامج، بعد خلص ما تحتاج، يعني قفلنا على الدي بي 4000 وحساسيه 500. طيب يا شباب، ننزل الى انه اعدادات اللعبه، هذه الخطوه الثانيه اللي يشرحوا لك عليها. ايش يقول لك هناك؟ الاعدادات، اعدادات داخل اللعبه. شو تسوي داخل اللعبه؟ يقول لك المنطقه الميته لحد الادنى ادخال من العصا الايسر راح تكون 10. طبعا هنا هم شارحيه طبعا عندك بالاعدادات، تروح على هذا الخيار راح تطلع كذني. فانا راح اشرح لك اياها بطريقه عربيه على ما تفتهم علي، لان اكو ناس عندها السيتنج او الاعدادات مالتهم تكون عربيه، واكو ناس تطلع لغه انجليزيه. فاذا تريد اللغه الانجليزيه فانت يا صاحبي عندك راح شنو؟ راح يجيك باللغه الانجليزيه، فتقراها من انا باللغه الانجليزيه، وانا راح اشرحها هسه باللغه العربيه على مود افهم الناس اللي جات تباوع الشرح. طيب هنا عندك المنطقه الميته حد الادنى لادخال الذراع الايمن تخليه باعه، تخليه 0.10، وهنا الاقصى حد ادخال الايسر المنطقه الميته تخلي 1.0. تشوف وهنا نظام الديد زون يخلي لي واحد، تخليه 1.0. نظام الديد زون اقصى ادخال للعصا الايمن، هنا تكون عندك الحساسيه الافقي والعمودي راح تكون 20 على 20 اللي هي جنونيه. طبعا هاي اللغه العربيه حتى موجوده بداخل اللعبه، والحركه الكاميرا اقل تكون 50% رسومات، هذه بالرسومات تلقاها اللي حركه الكاميرا تخليها 50. هنا نوع المنحني لاستجابه الهدف قياسي اللي هو الام اس اس، طبعا بيقصدون عليه. هنا الام اس اس مالتك مساعد تصويب تخليه قياسي، مثل ما تشوفون هذا الخيار قياسي. راح نشوف
هسه للخطوة الأخيرة وشون راح تجيب إعدادات من هذا الموضوع. أنا هم شارحي لك نظام أكس بوكس ونظام اللي هو البلاي ستيشن. راح ننزل إلى خطوة راح نشوف هنا. أنا طبعا لازم هنا أنا نخلي اللغة الإنجليزية. أنا بدي أشرح لكم على شغلة للناس اللي مجيد اللغة الإنجليزية. طيب يا شباب ما راح أطلع عليكم السالفة وراح أشوفكم شون نسوي القوالب أو نجيب القوالب اللي ناشريها بالموقع اللي هذني. اوكي هذني القوالب راح نلصقهن بكل مكان بمكان، يعني كل اسم راح يكون موجود اسمها داخل البرنامج اللي هو الكرونيكس. زين طيب يا شباب اول شغله راح ناخذ هذا الاسم، راح طبعا على مود يكون اشرحها بطريقه حتى الناس اللي ما تجيد اللغه الانجليزيه راح تتعرف عليه. راح تاخذ اول حرفين اللي هو تيو. اوكي راح نسوي نسخ لهذا تيو، نقول عليه نطلق عليه اسم تيو. اوكي وراح اروح للبرنامج بعد ما سوينا نسخ ونلصقها على اي اللي موجود القوالب. طبعا هنا ثلاثه، هذا قالب وهذا قالب وهذا قالب. طيب اللي تيو راح يطلع هذا اسمه، هذا الاسم التيو. هذه هاي دي اطلقها انا على الناس اللي ما يجيد اللغه الانجليزيه يا شباب، لا يقولوا اوه بزره. المهم احنا سوينا نسخ من الموقع راح نلصق هنا. عندك هنا هذا النص اسمه كوبي وهذا النص اسمه بيست، يعني هنا راح نلصق الاعدادات اللي جبناها. مثل ما تشوف تغيرت الاعدادات اللي جبناها من الموقع. خلينا نجيب الاسم الثاني اللي هو راح يبدي بحرف تي ار. خلينا ندور على التي ار وراح نلقاها ثاني وحده. بس ما شوف طبعا هي بتسر هن اثنين ذني. شوف يا الاعدادات انت جربها بداخل اللعبه على التي ار، شوف يا الاعدادات اللي راح تناسبك داخل اللعبه. راح نسوي لها نسخ وروح للبرنامج الكرونكس وسوي لها لصق. تغيرت الاعدادات مثل ما تشوفوها تغيرت. طبعا هذين الاعدادات اللي هم مسويها على دي بي 4000. طيب تبقى عندنا اخر شيء اللي هو هذا المخطط اللي تشوفونه امامكم. شو راح نجيب اسمه او شلون راح نسوي له لصق هنا؟ راح ناخذ الاسم مالته، راح نروح للموقع وندور على اسمه. هذا اسمه مثل ما تشوفون، هم مطلقين اثنين. شوف انت ياهو اللي راح يناسبك داخل اللعبه. فنسوي الاول واحد نسخ. اوكي بعد ما سوينا نسخ نروح للبرنامج ونسوي له هنا بيست مثل ما تشوفون. طبعا هنا هماتين كوبي بيست، هنا ندوس على اللصق وراح تتغير الاعدادات مثل ما تشوفون. اتغيرت شكل المخطط، هذا المخطط اللي مصنع لك اياه بالوقت الحالي. على يا شنو دي بي اي مالتك؟ على دي بي اي راح يكون عندك 4000. اوكي 4000 راح تتغير كل الواجهه لانه كثره الازرار اللي هنا مثل ما تشوفون. هذا المخطط، هذا مخطط اللي يكون يعني يسرع لك يطبف لكل الاعدادات اللي عندك من ناحيه ال2 بنتحرك، يعني اقصد بالكليك الايمن بالماوس ومن حركه الكاميرا بدون ما تدوس الكليك الايمن. هنا عندك الازرار وزحن مشون ما ردت انت. هنا عندك الحرف المربع، حرف الار بالكيبورد، هنا الاكس سبيس، هنا حرف ال1 كيو. يعني هنا الازرار انت توزعها شلون ما تريد توزعها. دبل طبعا نفس القديم مالتنا، دبل كليك هنا عليها بالماوس اللي رابطه بالحاسبه وتختار الزر اللي موجود بالكيبورد او الماوس. طبعا ماكو اعدادات جدا بسيطه، لو تشوفوها يا شباب تقول اوه شو كم خانه ولا كلها بسيطه. هذه الازرار عندك وهذه هنا راجعات الاعدادات، الكليك الايمن متحرك الكليك بالكليك الايمن، يعني الماوس يتحرك يمين يسرى فوق جوا. وهنا عندك بدون كليك الايمن، يعني هذني الاعدادات اللي تشوفوها ثلاثه اللي هاي وحده وهاي الثانيه وهاي الثالثه. هذا يسمونه المخطط البف لكل الاعدادات، يعني يسوي لك اياها كلها ناعمه وكانه انت جاي تلعب على زيمبكس وكانه انت جاي تلعب على مثلا على حاسبه. فهم ياخذوا لك الاعدادات مال الحاسبه او الماوس والكيبورد الاداء مالتهم يحطوا لك اياها على قطعه الكترونكس. زين مثل ما تشوفون طبعا هذه كل المخططات وهذا الشرح اللي شرحته من هذا الموقع، كل المخططات موجوده. احنا نسخنا المخطط يكون اول واحد، هذا اول واحد، واكو مخطط ثاني نفسه بس غير اعدادات، يعني غير ارقام. احنا اخذنا هذا، اخذنا هذه الاعدادات وجربها، ناسبتك وبها ما ناسبتك فتقدر تنسخ هذه الاعدادات الثانيه. شوف انه اكو يعني احسن من الاول وحده نسخناها، وكذلك نفس الحاله. هذا راح يكون ثابت، هذا راح يكون ثابت، بس عندك كذا اثنين، هذا الاول وهذا الثاني. المخططات معطيك اثنين، يا اول يناسبك تقدر تستخدم الاول، انا خليت الاول هسه، الثاني اذا اشوف الثاني يكون يناسبك، والمخطط الثالث او هذين اثنين هذين اخوات، هذين اثنين مخططات حتى نفس الاسم نفس الحروف نفسيتين. شوف انت المخطط يناسبك يا هو تقدر تحمله، او تريد يعني تسوي تقول علم انا راح احمل مخططات كل الان واحد والزر واحد وانصبهن. فهذا الشيء يرجع لك تروح البرنامج بعد ما تنصب المخطط اللي تريده. هذه اعدادات طبعا كامله مال اكس بوكس
وبلاي ستيشن. تروح البرنامج راح تلقى هني هنا يقول لك مثلا هنا نسيف الاعدادات مثل ما تشوف اذا دقيت على هذا السهم يقول لك هاي الاعدادات هسه خلي ارجع لك خطوه يقول لك مثلا هذني الاعدادات انت مالاتك القديمات اللي انت مسويها فتريد تحفظهن بالحاسبه فمنها من هذا السهم تدق عليه وتاخذ تختار فد مكان معين وتسوي له تسييف والسيفه. او اذا عندك مثلا اعدادات اللي حملناها مثلا من الموقع حملنا هذني الاعدادات مثلا مال بلاي ستيشن حملتهن عندك بالديسكتوب فتروح هنا يا صاحبي على السهم هذا وراح تدور عليهن تدور عليهن شوف انت وين حافظهن وتسوي له تحدد تدوس عليه كليك الايسر وتسوي له اوبن وراح قبه راح تجيك الاعدادات. بعد ما تجيك الاعدادات تقدر تسيفها من هنا السيف والامور جدا طيبه. طبعا انت اعدادات تخليها راح هي دايركت تسيف الاعدادات ما راح تنشال يعني راح اظل على نفس الوضع. طيب يا شباب هنا راح اختم وياكم هذا الفيديو بعد ما عندي شيء اشرح عليه. هذا الموقع طبعا جدا اسطوري اول ما شفته صراحه قلت خلي افيد جماعتي او افيد متابعيني يفيد هذا الاعدادات تفيدهم على الاعدادات الجديده مال القطعه الالكترونيك زين او البرنامج الجديد اللي طلقوه مال الماوس والكيبورد بهالشكل هذا فقلت خلي افيد متابعيني بهذا الشرح. طيب يا شباب اتمنى من عندك اذا استفدت من هذا الشرح او استفدت من الاعدادات اتمنى من عندك ترجع القناه تشترك وتفعل جرس التنبيهات وتخلي لك هذا الفيديو وتشير الفيديو لاصدقائك خاف مشترين القطعة وما يدرون بالتحديث وصار عندهم خربطة ومين أجيب الإعدادات فهذه إعدادات تراوي ليها وإن شاء الله يستفاد من عندهم. طيب يا شباب نشوفكم على خير ونشوفكم مقطع فيديو جديد ونقولكم يا شباب ديما الله.